أهلا بكم من جديد في آخر حلقات مسلسل تسريح موظفي شركات التكنولوجيا العملاقة. تخطط شركة سناب الأمريكية لتسريح نحو 20% من موظفيها، والبالغ عددهم 6500 موظف ابتداء من اليوم، وفقا لما نقله موقع ذا فيرج، لتدخل بذلك إلى قائمة تضم ما لا يقل عن 9 شركات عالمية ضخمة في قطاع التكنولوجيا لجأت لتقليص العمل وخفض التوظيف تأهبا لركود اقتصادي يلوح في الأفق. منهم شركة ميتا التي خفضت معدل التوظيف أو توظيف المهندسين ب 30% هذا العام، وأبل التي وصلت بها الحال إلى تسريح 100 موظف من الموارد البشرية في فترة لم تتجاوز أسبوع في وقت سابق من هذا الشهر. عادة لما حدا من الموارد البشرية تسرح العالم تشتغل ما بتكون زعلانة. تضاف إلى القائمة تسلا ومايكروسوفت وتويتر ونتفليكس وأمازون وأوراكل. هذا بالحديث عن الشركات الضخمة طبعا. أما شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة الواقعة في هذا المأزق فقد تجاوز عددها 570 شركة هذا العام، بما يقارب 74,600 موظف تم تسريحهم منذ يناير وفقا لبيانات التتبع من layoffs.fyi. في الربع الثاني فقط هذه الأرقام في الربع الثاني فقط وصل هذا الرقم إلى 37,000 موظف، متجاوزا ب 12 ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي. هذه البيانات تعكس بوضوح مدى تأثر قطاع التكنولوجيا بالبيئة المالية المتشددة وسط ارتفاع تكاليف الإقراض، خاصة وأن مع كل رفع في الفائدة تقفز عوائد السندات، وتصبح صناعة التكنولوجيا المعرضة بطبيعتها لمخاطر أكبر من غيرها تصبح أقل جاذبية للمستثمر الذي يبحث عن ملاذ آمن يحميه من الخسائر. تعكس بيانات الوظائف الأمريكية الواقعة في قطاع التكنولوجيا، فخلال يوليو مثلا أضاف الاقتصاد أكثر من 528,000 وظيفة، معظمها كانت في قطاع الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والرعاية الصحية، فيما تراجعت فرص العمل في قطاع التكنولوجيا بانتظام خلال الأشهر الماضية. يتوقع الاقتصاديون أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 300,000 وظيفة جديدة في بيانات تصدر نهاية الأسبوع عن شهر أغسطس، على أن يبقى معدل البطالة عند 3.5% دون تغيير. ينضم إلينا من جنيف شارل أنري مونشو، رئيس قسم الاستثمار في مجموعة SYZ. أهلا بك شارل. موجة استقالات جماعية في السابق عندما كنا نتحدث عن The Great Resignation، الآن يبدو أنها موجة مختلفة، موجة تسريح في قطاع التكنولوجيا، كيف نقرأها؟ هناك عمليات تسريح في بعض شركات التكنولوجيا التي كانت تسجل نموا سريعا، وهي مع تباطؤ نموها تسرح الناس، لكن الاقتصاد الإجمالي في أمريكا يخلق عددا كبيرا من الوظائف. رأينا الوظائف الشاغرة، هذا يعني أن هناك وظيفتان لكل شخص مؤهل للوظيفة وعاطل عن العمل. إذن سوق العمل فيها تضيق، والفيدرالي لا يحب ذلك، لأنه إذا أراد خفض التضخم فهو بحاجة إلى أن يرى تراجعا في سوق العمل. طب نتحدث أيضا عن الحركة والتركيز على القطاعات، يعني رأينا قطاع التكنولوجيا لم يعد جذابا ويخسر بعض الوظائف، في المقابل قطاع السياحة، قطاع الفنادق، فيها قطاعات الخدمات يعني بالأحرى كان فيها عمليات توظيف كبيرة. في هذا النطاق، في نطاق سوق الوظائف، هل يمكن أن تكون هذه صيحة جديدة، ربما موضة جديدة في سوق الوظائف، أم تغيرات الاقتصاد والآن إذا في حال دخلنا في ركود سنعود لنخسر وظائف في هذه القطاعات؟ ما زال الأمر مرتبطا بجائحة كوفيد، فقطاع التكنولوجيا خلال الجائحة كان يسير على ما يرام، ومع إعادة فتح الاقتصاد هناك فجوات في بعض القطاعات مثل قطاع السياحة وقطاع الإنشاءات مثلا، والسياحة والضيافة والترفيه والنقل. هذه القطاعات كانت توظف لتعوض عن الفجوة التي ظهرت خلال الجائحة.
طب الآن ما هي توقعاتك لسوق التوظيف في المرحلة المقبلة؟ يعني نحن نترقب بيانات الوظائف الأمريكية والتوقعات تشير إلى استمرار التحسن في هذا القطاع. أين سيكون التحسن وأين سنراه من هنا وحتى نهاية العام؟ وهل الخسائر خسائر الموظفين في شركات التكنولوجيا سيكون لها أي انعكاس على الاقتصاد العام؟ لابد أن يكون هناك تراجع في سوق العمل وأن يكون هناك انقلاب في سوق العمل، فالاقتصاد الأمريكي يخلق الكثير من الوظائف ويخلق زيادة في تضخم الأجور. رأينا وظائف القطاع الخاص، رأينا فيها زيادة في الأجور. الأسواق ستراقب ذلك. الأمر لا يراقب إذا كنا سنسجل أرقاما تفوق التوقعات أو تقل عنها، لكن ما هي الزيادة في الأجور؟ هذا هو العنصر الأهم الذي تراقبه السوق، حجم الزيادة في الأجور في الوقت الحاضر، هذا هو العنصر المهم. ماذا عن الركود في حال فعلا دخلنا في ركود؟ ويبدو أنه في أوروبا تحديدا يعني الركود أقرب مما نتوقع. في الولايات المتحدة الأمريكية المخاوف من الركود والحديث عن هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي أم لا؟ في هذه الحالة كيف سيكون شكل الوظائف ومتى سنشعر، متى ستشعر سوق الوظائف بهذا؟ سوق العمل هي مؤشر متأخر، فأولا نراقب البيانات الاقتصادية الكلية، أرقام النمو تبدأ بالتحول، ثم نرى السخونة في سوق العمل. بالنسبة لأوروبا هي تختلف عن أمريكا، الركود في أوروبا شبه مضمون بسبب أزمة الطاقة، وبالتالي سنرى نوعا من الركود هذا الشتاء في أوروبا. أما في أمريكا فهناك مفاجآت إيجابية، وربما يتمكنون في أمريكا من تحقيق هبوط سلس. أما إذا حصل تراجع كبير في أنحاء العالم فهذا الأمر سيترك تبعات أيضا على اقتصاد أمريكا. طيب في هذه الحالة ماذا تتوقع سيكون الانعكاس على سوق الوظائف وتحديدا في القطاعات؟ هل ستستمر قطاعات التكنولوجيا في خسارة النسب الأكبر من الوظائف، أم سنرى أيضا قطاعات الخدمات والسياحة والسفر تتأثر بهذا؟ وما هي النسب برأيك؟ إذا نظرت على المدى البعيد، عملية التحول الرقمي ستستمر والاقتصاد لن يتغير بالكامل. سنظل بحاجة إلى الكثير من شركات التكنولوجيا الواعدة التي ستستمر في التوظيف، لكن من جهة أخرى هذه الشركات ربما تكون قد وظفت أعدادا زائدة عن اللزوم خلال الجائحة، وحاليا بما أن القطاع عاد إلى وضع طبيعي وبما أن هناك تراجعا في إمكانية التمويل هم مضطرون إلى طرد الناس. هذا أمر متوقع ضمن الدورة الاقتصادية لقطاع التكنولوجيا، لكن على المدى البعيد قطاع التكنولوجيا سيظل في وضع جيد وسيظل يوظف الكثير من الناس. من جنيف شارون ري مونشور رئيس قسم الاستثمار في مجموعة SYZ، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، أهلا بك.